هذه الحلبة اليوم هناخذكم كذا شوية مشاهدة سريعة عليها، وإن شاء الله حجينا فرصة إنه نجرب السيارة كذا تجربة سريعة هناك كمان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم معانا تجربة سريعة، معليش الدنيا حر ورطوبة شوية استحملونا، في بارك معمول حلو بصراحة جديد زي حلبة صغيرة كده أوف رود في جدة، عشان يعني تعرف النظام الأوروبي دائما عادة ما تلاقي كل أنواع الرملة والطعوس القاسية والناعمة في مكان واحد، فتلاقي هنا بيجمعوا لكم في مكان واحد بحيث إنه بتختبر. حابب تطلع الصحراء روح ألعب زي ما تبغى، حابب تختبر سيارة تبي تشتريها وتشوف كيف أداءها في أكثر أنواع أكبر كمية متغيرة من الأرضيات الصلبة والناعمة والخشنة واللي نص ونص والمسافلتة، فعاملينها بشكل مصغر بشكل بروفيشنال مرة حلو، فيه كثير من المدارس الدفع الرباعي الشركات عندها الأرضيات هذه، فعملوا شيء مرة حلو جديد هنا في جدة. اليوم هنجرب مع البطلة الأودي كيو 7، هذا ثاني جيل في الأودي كيو 7، ما بدي أقول ثالث جيل، ثاني جيل ونص. ليش؟ لأنه الجيل الثاني اللي هو ده أول ما جاء يطلقوه عملوا جلسة الفحص النهائي مو حلو، عيدوه تاني، فعادوه تاني ورجعوا ظبطوه عملوه بشكل رائع جدا. خليكم معنا اليوم هناخدكم فيه كده على عجالة، نفرجكم على السيارة ونديكم فيها فكرة كاملة عنها. السيارة الله يسلمكم أبعادا 2212 5051 ملي و 1741، سيارة مقارنة بالموديل القديم أكثر طولا أكثر عرضا وأقل ارتفاعا، فعملت زي لما تشوفوا كده سبحان الله الشيتا أو النمر أو القط البري لما يمد جسمه ويشد وينزل لتحت عشان يهجم عشان يستعد يوثب وينقض على الفريسة حقته، كده سارة السيارة، فبدل ما يخفض مركز الجاذبية حقتها يصير منخفض أكثر، رساوة أفضل، سرعة أحسن. واللي صار والمهم جدا إيش اللي صار في السيارة؟ خلي التنعيم والجمال وتحسين التكنولوجي ده حاصل عند الألمان ما في خلاف، من الاستثمارات اللي بيدفعوها بمئات الملايين اليورو في الـ R&D Research and Development اللي هي الأبحاث والتطوير. خلينا نتكلم على حاجة جدا مهمة الله يسلمكم، عملية اللي عملها جدا مهمة في السيارة هذه، عملية تخفيف الوزن. عادة الشركة تكشخ تقول والله نزلت السيارة 40 كيلو، في شركات تانية تقول لك والله نفس الوزن طورناه وضفنا أشياء كثير يا دوب زدنا 4 كيلو أو 40 كيلو بعد كل التحسينات. الجماعة دول الألمان عندهم مشكلة، ما يعرف يسوي حاجة صغيرة، لازم يعملوا مصايب كبيرة. الألمان خصوصا الأوروبيين عموما، لأنه بصراحة يعجبني طريقتهم في تصنيع السيارات، تحس إنك نفسك قاعد جوة خزنة مصفحة، رساوة، فرامل، أداء، طبعا لها ضريبة ثانية في التكاليف وفي الصيانة، لكن تبغى شيء يعني لا سمح الله إيش ما يصير أنت قاعد آمن جوة السيارة، الأوروبيين رقم واحد، يليهم الأمريكان، يليهم الآسيويين بأنواعهم المختلفة. الآن إيش اللي سووه مميز في السيارة دي؟ خفف وزن السيارة، كم؟ 50 كيلو، 80، 100 كيلو، لا 325 كيلو، طول طن، يعني شوية لو حقول 400 كيلو 450 500 كيلو داخلني على نص طن. الجماعة نزلوا وزن السيارة طول طن، 325 كيلو يا أخوانا مو لعب، يعني حتى ما هي ربع طن، 325 كيلو، فبصراحة إنجاز جبار. طبعا أنا عجبني دائما التصميم حق الأودي مرة حلو، الشبك هذا طبعا أنا شفته لأن هم أودي طلعوا صور من أول كثير حلوة لسيارتهم، واللمبات LED طالع واجهة اللاند كروزر الجديد واللمبات LED والليكزس، ترى أخذنا في شبه كبير جدا بينهم بين الواجهة هذه واللمبات LED حقت الأودي. فتحات التبريد، فتحات الانتركولر، نفس المحرك القديم الستة سلندر 3000 سي سي سوبر شارج، بس بدل ما هو 6 سرعات صار 8 سرعات الجيربوكس. الأداء السرعة تحسنت من 6.9 ل 6.3 ثانية من 0 ل 100 بس على تخفيف الوزن. طبعا لو دخلنا على انه رفع البوس وتعديلات واشياء ثانيه اضافيه كثير لانه الماكينه اوريدي ملغمه سوبر شارج، حنطلع باداء ثاني جدا ممتاز اكثر من كده، لكن خلينا نتكلم عن النسخه الفخمه اللي قدامنا، تيجي 5 ركاب و7 ركاب. خلينا نشوف السياره مع بعض اليوم ونديكم عنها انطباع بشكل عام. طبعا بحاول اقصر لانه في غيري كثير صحفيين وناس بيسوقوا السياره اليوم، فبس بحاول اديكم اكبر قدر ممكن، ولو سهت معايا معلومه مع الاستعجال فالمعذره منكم.
هذا الله يسلمكم القلب النابض حق السيارة، الماكينة متغطية من فوق كويس، وعندنا مداخل هواء اثنين موجودة فوق رأس الماكينة تخش الهواء بسرعة هنا. 6 سلندر على شكل 7 3000 سي سي توربو، اللي هي سوبر شارج على جماعة أودي يسموه توربو، سوبر شارج يسموه كلها توربو على شكل تي، وداري فيول انجكشن ضخ بخ مباشر للبنزين على رأس الماكينة على طول من فوق. هذا الله يسلمكم كفرات سكوربيون بريلي سكوربيون العقرب، مقاس 285 على 45 ار 20، ما شاء الله كفرات عريضة ورياضية، وفي نفس الوقت ما شاء الله الحلو في الألمان تلاقي الكفرات على قدنا 285 داخلة جوا الرفرف، يعني الرفرف يجي عريض بحيث ان الكفرات تدخل لجوا، الأمريكي نوعا ما تطلع لبرا، الياباني تلاقي الكفرات شوية مسلوعة تحت، فهذا حلاوة ايش التصميم الهندسي حق الألمان والأوتوبان المختلفة. هذا شنطة هنا زر اهو. طبعا خذوا بالكم الله يسلمكم في حاجتين، اللي يبغى 5 ركاب فاعتقد هذا الشيء هنا ممتاز الى حد ما، سهل يشيله ويطلعه لانه في عنده مكان ثاني للمقاضي. اللي يبغى 7 ركاب ما ينفع الاستبنه هنا لانه حيكون بتغطي يعني 7 ركاب او محتاج مكان عفش اكثر، فالاستبنه هنا حتغطي على الناس الثانيه. فكرتها حلوه عمليه، لكن بشرط انت لما تيجي تطلبها قيس ايش اللي تبغاه من السياره. تبغى مساحة كافية عشان تحط فيها الكفر، ولا عندك مساحة كافية تانية هنا جوا، ولا لا والله ما تبغى السبير هنا، ما تبغى السبنة هنا، تبغى في مكان تاني وعندك مكان كافي جوا حق 7 ركاب، أو عندك شنط وعفش كثير. فهذا أنا أعتقد حتكون متروكة أكثر على ذوق العميل وحسب استخدامه وحسب احتياجه، عملية الكفر الإضافي ومكانه فين موجود. هذا طبعا جدا مهمة، وهذا لما واحد يروح يشتري سيارة هو أكثر واحد يكون بيقرر عليها حسب احتياجه. هذا الله يسلمكم الباب الخلفي، في عندنا كلمة كواترو موجودة هنا تحت، كواترو طبعا باللغة اللاتينية اللي هي 4 أو رباعي. الباب ما شاء الله وسيع، يتفتح بزاوية واسعة، ارتفاع السيارة كمان حلو، ما هو مرة عالي ولا واطي كثير. مساحة الجلوس الكراسي الخلفية برغم رجعين الكرسي لقدام مرجعين لورا مسافة كبيرة، لكن ما شاء الله حتى هنا في مسافة كويسة. عندنا فتحات تبريد هنا، عندنا اثنين هنا واحدة هناك، سقف بانوراما يعني ما شاء الله بينه وبين السقف البانوراما 5-6 تقريبا 7 اصابع بين راسي وبين السقف. الستاره هنا تتفتح عندنا يدوي. الحلو واحده من الاشياء خامات دائما الاودي حلوه ممتازه، وان كان احيانا ليها بعض العيب شويه محتاجه شويه اهتمام لما ترميها في الشمس كثير، بعض الخيوط كانت او الجلود حقتها شويه تبهت فكان محتاجه شويه اعتناء. طبعا يعني اللي دافع كمان 3 مليون ريال في السياره اعتقد يبغى له شويه اعتناء، هذا بديهي يعني فيها. عندنا سماعات ما شاء الله بانج أولسن، وعندنا سماعات ممتازة فتوصل لغاية حوالي 900 واط 1000 واط، يعني راح يعمل حفلة أوبن كونسرت في الهواء الطلق هو جوا السيارة هنا. التكييف ما شاء الله بارد، كل شيء باللم جوا السيارة. لاحظت حاجة جوا، برغم إنه سارة صغروها من برا وطوها صغروها لموها، نفس العفش مساحة العفش الداخلي حق السيارة الفرش حقها صار مساحته أقل سمكاً، فأدها وسع إضافي من جوا أكثر وأجمل، ومع ذلك حافظوا على الشكل الجمالي حق السيارة بشكل جدا ظريف عليه. السيارة الأولانية الله يسلمكم لاحظت إنه مجلس السيارة إنه كنت لا أقعد وتحس الكرسي رامين لفوق، هنا لا أخش جوا السيارة كأني بخش على شيء مرتفع بعدين أسقط جوا السيارة، فأخذ الكرسي جوا مريح، وضعية مريحة، السقف عندي مريح، ما شاء الله تبارك الله زي ما احنا شايفين واجهة السيارة، يعني إن كان فلتر هواء ولا تكييف جبار ما شاء الله عليك وللزمن. شوفوا واجهة طبلون جدا ناعمة، قشرة الخشب اللي فيه حلوة، الإلكترونيات اللي عندنا، الأوتو بارك، فصل التحكم بالتماسك، الدرايف سيلكت، كل الأزارير اللي قدامك اللي يحب يقعد يلعب أزارير كثير كلها موجودة قدامك، الستاير، التكييف، كل شيء موجود قدامك. خلينا شوية نلعب احنا كمان في الوضع، خلينا نقلل المراوح. طبعا 4 مناطق التكييف مش منطقتين. الان حتى شويه الان خليني اوريكم حاجه جدا حلوه هنا شويه اذا اقدر يعني اسرق عيونكم الحلوه معايا. شوف هنا الله يسلمكم، طبعا خلي شويه هنا الاشياء كلها. الجيربوك زي ما قلت 8 نمر بدل 6 نمر، فساعد كثير في عمود السياره، وجدا يعني يدوب لمسه بسيطه تحس انه يعني واحد بيوقع توقيع رقيق جدا، ما بيقعد يودي الجيربوكس قدام ويجيبه لورا ثاني، لا يدوب حاجه كده. عندك هنا اللي راح يعني حابب يعتبر خط يده حلو يقعد يرسم هنا، وهو الكمبيوتر يفهم خط يدك بالكامل، الله يعينه طبعا خط يدي انا.
عندنا تيبترونيك هنا موجود التحكم في الدركسون موجود عندي هنا. الحلو غير النافيجيشن هنا كبير. انا عجبتني جدا حاجه هنا، لو قدرنا نقرب الكاميرا شويه على الشاشه طلع السعر. طبعا كله تحكم من زر الدركسون هنا. خلي عينكم من على الشاشه حوريكم الان كيف التحكم عندنا. الله يسلمكم. عندنا هنا تاب نتحرك من فوق الزرير، في اكثر ما شاء الله من 18 زر الواحد يتحكم فيهم. نرجع هنا ثاني مرة على النافيجيشن. هنا نقدر نعمل زوم اوت وزوم ان، نقرب او نبعد من الدركسون، وحوريكم الازرار شوفوا كيف. وحاجة جدا حلوة طالعوا هنا عاد الاعدادات كبرت، او لو والله ايش ابغى اصغر الاعدادات ثاني مرة لانه يهمني خريطة النافيجيشن مع الهيد اب ديسبلاي، يعني حكون متعة للنظر فعلا، متعة للنظر بشكل رهيب. هذه واحدة الاشياء. طبعا التحكم عندنا هنا، التحكم من هنا، التاب نتحرك كل شيء جوا السيارة من هنا، الراديو، البنزين، وضعية السيارة، زي صفحة المهمات اللي جوا، تحكم في الصوت، في التليفون، بالفويس اكتيفيتد. عندنا طبعا حسب ما النافيجيشن اسمح في مناطق معينة برا، في مناطق معينة برا الله يسلمكم، حسب ما النافيجيشن اسمح تختار الطريق رايح مكان مشوار معين، حسب ما النافيجيشن اسمح حسب ما مفتوح. تبتدي اذا الطريق زحمه يقول لك في زحمه، ياخذك يمين او شمال، يحط لك طريق ثاني، او يوصلك مع النافيجيشن مع الجوجل مابس مع كل شيء، يوصلك للجهه اللي انت تبغاها. عفوا يوصلك للجهه اللي انت تبغاها الله يسلمكم، وبدون يعني بدون ما يخرج عن الخط. انت خلاص تقعد طول الطريق عامل كذا، تقعد تقرا جرايد، تسوي اللي تبغى تسويه، السياره توصلك لغايه الديستنيشن حقتك، المكان اللي تبغاه بمنتهى الاريحيه والوساطه. في النهايه انت دافع السياره قيمتها 345 الف ريال او 312 حسب الفئات، فانت بدلعوك على طريقه اودي بالطريقه الالمانيه بالكواترو بشغل دلع بشغل جدا جميل. هناخذ السياره لفه الان. زي ما احنا شايفين هذا الجير بوكس جدا ناعم. خلاص السيارة ابتدت تعشق. هناخذ لنا الحين لفة نشوف كيف الدفع الرباعي. طبعا جربنا الاودي قبل كده، جربنا انظمة الدفع الرباعي حقها من اجمل ما يمكن ومن افضل ما يمكن السيارة. احنا الان في ارض غير مستوية، رملة وزلط، ومع ذلك ما شاء الله تبارك الله في منتهى النعومة والجمال، ولا في اجمل من كده. سوبر شارج. طبعا السيارة بنتكلم على انها تبتدي من 2 طن، الا شيء بس جدا بسيط. حطوا عليها الله يسلمكم عزم حلو 333 حصان، السيارة بتسوي شغل حلو. في عندنا السيارة هذه تصميميا كيف جاية. الأبو مشاركة في الشاصية، فالأبو البورش الكاين راجل مبسوط، راجل غني، راجل كده ما شاء الله، يعني واحد من أبطال كمال العالم في الأجسام وقوة. الولد لسه في أول طلعته شوية، يعني الولد شوفوني أنا قوي، أنا ما يهمني، أنا شديد، هذه الطوارق. الأم سيدة مجتمع من الطبقة المخملية، ست كده كلاس، متعلمة مرة، رايقة مرة، ويدلوعة مرة ليها هذه. فهذه الأودي كيو 7 اللي هي زي ما يقولوا يعني بنت عز وبنت دلع، وفي نفس الوقت كده يعني أرستقراطية محافظة كده، وحابة تدلع وحابة تشوف نفسها. فهذه حاجة بسيطة يعني حاول أحسها لك. السيارة دوبا بنجربها، صعب انه اطلع فيها عيوب، بس طبعا يبغى لك انت من البداية على قد ما يمرن في كل شيء، في اشياء معينة مصممة على طلبك، بمعنى تبغى 5 كراسي ولا تبغاها 7 كراسي، تبغى الاستبنة تحت ولا معلقة على الجنب. فهذه من البداية لما تختارها بتختارها على ذوقك، وهذه بتحدك شوية كمان شوية في عملية اعادة البيع.
بس يعني زي كمان برضو موجود بعض الأحيان زي الكاديلاك الإسكاليد. الإسكاليد تلاقي مثلا عندك في الكابتن شيرز اللي هي تجي الكراسي الورا تجي مفصولة ولا يجي بنش كامل، ففي ناس يقول لك لا أنا أبغى بنش كامل وفي ناس أبغى كراسي مفصولة، فهذه كمان تأثر عليك في يمكن عندي عملية إعادة البيع أو السيارة كمستعملة أو الشراء. الآن إيش في عندنا شيء تاني؟ اتمنى يمكن كفكره الالمان طبعا في الفور ويل ستيرنج في عمليه ان السياره الالتفاف الاربع كراسي، فالسياره 5 متر في اوروبا شوارعهم ضيقه، وعندنا عمليه الله يسلمكم انه الالتفاف الاربع الكفرات انها بتلف، فهذا بتساعد السياره توقف باسرع وفي اماكن ضيقه، والريديس القطر حق الالتفاف حقها على قد ان السياره 5 متر مقارنه بمنافسينا عملوا فيها شغل جبار. طبعا بالمقارنه بالسياره دي قارنوها بالاودي الاكس 5 اللي هي 5 ركاب و7 ركاب، وقارنوها بالفولفو الاكس سي 90 الجديده. هنا الالمان نوعا ما دائما يعتمدوا شويه على عمليه انه يكون الاداء رياضي، مهما بيشتغل عمليه توفير بنزين لازم يكون الاداء الرياضي عندهم شويه مهم، لان الاوتوبان اللي هي الخطوط السريعه عندهم مفتوحه، صنعه مفتوحه، تبغى تمشي 250 تبغى تمشي 300 كم في الساعه انت عاد ابصر بنفسك، ما عاد حيقول لك لا، ما في لا ساحر ولا ماهر ولا اعوان ولا تفاصيل دي كلها، فالشعب عنده ممتاز. العمليه السهوله والنعومه في التعامل مع السيارة من أجمل ما يمكن. يمكن شوية في بعض الأشياء في البداية يمكن محتاج تكتشفها أو أحد يساعدك أنك تكتشفها في السيارة. ما في بعض السيارات ده أنا كنت حب أختبر نفسي أشوف السيارات اللي أنا لما أخش السيارة هل أقدر على طول أطلع كل شيء فيها ولا محتاج بعض الأشياء إن واحد يشرح لي. فهذا تلاقي من بعض من السيارات اللي لا، يا إما تأخذ وقت في السيارة تقعد تلعب في الأزرار ما حد يشرح لك إياه، ما هي مرة على طول أول ما تنزل تلاقي كل شيء سهل ممتنع، ففيها وفيها من ناحيه النعومه اجمل ما يمكن. طبعا في نوع في هيد اب ديسبلاي، في نوع في كراسي الجلد مخرم، على قد ما الجلد حلو حق السعر لكن عن نفسي ولونه يعني ما هو زوجي لونه احب الالوان الافتح شويه لكنه من نوع اللي يعيش، عن نفسي احب الكراسي المخرمه شويه سواء مبرده او لا لانها تساعد في جونا الرومانسي والشاعري. حنحتاج اتكلم على ايرباقات، يعني ايرباق يعني عيب اعتقد انه اتكلم في سالفه الايرباقات. واحده من الاشياء الحلوه في التصميم حق السياره عندنا المثلث الصغير حق القزاز هذا اللي هنا، والمرايه الله يسلمكم المناطق العمياء بتبان عندنا هنا وهناك، والمرايه نفسها طالعه لبرا بعيد شويه عن البودي حق السياره عن القزاز عشان عمليه التخفيف والازعاج على سرعه اعلى، فعمل شغل حلو في السيارة. حيبان معنا طبعا عندنا كمان واحدة من الأشياء الحلوة في السيارة عملية الخمس سنين الصيانة المجانية، المساحة الخلفية من أجمل ما يمكن. أتمنى في يوم من الأيام شركة أودي تنافس الأمريكان والمرسيدس شوية كمان في عندهم السيارات شوية كبيرة، فنسمع يوم عن كيو عندنا مثلا هنا كيو 7 فنسمع عن كيو 8 أو كيو 9 كبيرة وأوسع وأفخم و سيارة ملوكية أكثر، لكنها على الإجمال سيارة من أحلى ما يمكن. نسخة ثانية من الطوارق على أنعم، البورشة كاين نسخة من الطوارق على أقوى، هذه على أفخم على أنعم، وخلي طبعا السوق ده كل ماله بنزحم، جاية البنتلي فيه، جايتنا فيه الله يسلمكم الأوستن مارتن، جايتنا فيه الجاغور، جاتنا في سيارات كثير، فخلينا نشوف شو اللي حيصير بين المنافسين دول كلهم. واعتقد المستهلك هو حيكون المستمتع الاكبر من الناحيه هذه طالما مع الكاش. فشكرا لكم، وخلينا نشوف نكمل باقي اليوم كيف نكمل معنا. شكرا لكم. طبعا في نقطه جدا مهمه نسيت اقول لكم، هي استنى شويه علينا الدنيا تظلم عشان اوريكم اياها. اللمبات الاماميه الماتريكس ال اي دي الاماميه والخلفيه معموله بشكل رائع جدا، فاللمبات الاماميه تكفيك تنور 200 متر اربع ملاعب، كل ملعب حق قدم 50 متر اربع ملاعب قدام متنوره معك بالكامل، والإضاءة الداخلية أنا كنت معجب بحقة المرسيدس الاس كلاس الملكة على أساس أنها حوالي 7-8 ألوان أو 5 ألوان، يعني عندك 30 لون داخلي، 30 لون، يعني بصراحة ما نعرف طلع لون من فين وتسيب لون من فين، تقعد تتسلى طول اليوم كل ما تطفشان تغير اللون شوية. أتمنى يا جماعة يعملوا الألوان تتغير حسب مودك، مودك مبسوط تاخذ لون واحدة أوتوماتيك، مودك زعلان تاخذ لون ثاني. عموما صراحة عمل شغل جدا حلو ورائع وفيها لمسات كثير مخفية، يعني كل شوية تقعد تفتكر معلومة بسيطة في السيارة أبدعوا فيها.
عشان السيفتي ولا كان اخذته عرضنا؟ لا اطلع انا ما حتكلم، اقول لهم حسب كتبك راسي.